السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ ان شاء الله هنحل النهاردة نيو هالوج المعاصر حل وشرح وتدريبات سنة أولى إعدادي 2020/2021. ان شاء الله احنا كنا خلصنا يونت 1 ويونت 2، وان شاء الله النهاردة هنبدأ في يونت 3 بسم الله. عندنا هنا يونت 3 اسمه different people، الناس الايه؟ المختلفة يعني. طبعا احنا قلنا ايه، لازم نحفظ الكلمات كويس جدا عشان نقدر ان احنا ايه نحل بعد كده. عندنا اول حاجة بلوند هير يعني شعر اشقر، وعندنا كيرلي هير شعر مجعد، دارك هير شعر داكن، ستريت هير شعر غير مجعد، سبورتس ستار نجم رياضي، بعد كده موستاش شنب، جلاسز نظارة، تيم فريق، رانينج الجري، بيرد يعني لحية، سكورف يعني شارب او طرحة او كوفية، تنس اللي هي لعبة التنس. عندنا gray يعني رمادي، feature يعني السمة أو ميزة، poor people الفقراء، fans اللي هم المشجعين، describe يصف، description وصف، وعندنا Italian اللي هي اللغة الإيطالية أو الجنسية، holiday أجازة، of course بالطبع، smile يبتسم، footballer لاعب كرة، runner عداء اللي هو بيجري، score يحرز، squash لعبة الاسكواش، queen ملكة، normal طبيعي، person شخص، فيديو جيمز ألعاب فيديو، how tall كم الطول، present هدية، volleyball كرة طايرة، funny مضحك، Cairo Tower برج القاهرة، camel جمل، nicely بطريقة لطيفة، name يسمى أو يدعى. وعندنا هنا conjugation of irregular verbs، عندنا تصريف الأفعال، choose بعد كده اختار، give يعطي، build يبني، لازم نحفظهم present past pp. وعندنا الكلمة وعكسها word و opposite، عندنا famous عكسها unknown، مشهور وغير معروف، normal طبيعي، abnormal غير طبيعي. وعندنا هنا fast سريع، slow بطيء، وعندنا strong قوي، وعندنا weak ضعيف، friendly ودود، unfriendly غير ودود، busy مشغول، free حر. هنا عندنا هنا ال language notes، طبعا احنا قلنا قبل كده ان احنا لازم نقرا الريدنج والليسننج والكلام ده كله عشان الباراجراف، وعشان احنا لازم نبقى عارفين يعني مصطلحات كتير وكلمات كتير عشان نقدر نكتب الباراجراف. ماشي، عندنا هنا اللانجوج اللي هي نوتس اللي هي اكسبريشنز اند بروبوزيشن، التعبيرات وحروف الجر. عندنا اول حاجة جلاس يعني بمعنى زجاج، وعندنا اجلاس بمعنى كوباية لما يجي قدامها اه. طب عندنا glasses يعني نضارة، وعندنا dark يعني غامق أو داكن، ودي صفة. ماشي، وعندنا tall يعني طويل، ولونج برضو يعني طويل. طب tall دي ايه؟ my brother is tall، لازم يكون واقف يعني ايه يعني رأسي. ماشي، لكن long طويل بس أفقي نايم زي نهر النيل كده، زي الطريق، ماشي زي الشعر مثلا، ماشي يبقى long. وعندنا هنا بيقول لك نايس يعني كويس بصفة يعني، بعد كده نايسلي بطريقة ايه لطيفة، ودي خدناها في سنة ستة ابتدائي اللي هو الايه الادفيرب، لما بنقول ماي فازر از فيري نايس، بابا ايه جميل جدا. ماشي، او صفة اتس ا نايس ستوري، قصة جميل. لكن لما اقول نادر اولويز توكس نايسلي، يعني بتكلم بطريقة ايه جميلة، هنا دي اسمها ادفيرب، بتصف الايه بتصف الفعل، لكن هنا دي احنا بنصف الايه بنصف الايه الفاعل ذات نفسه. وعندنا كلمة look like verb ده very important، look like يعني يشبه، بعد كده know about يعرف عن، يبقى know بيجي معها about، و play for بيلعب لفريق كذا، لما بنقول he plays for الاهلي، هو بيلعب لنادي الايه الاهلي. ماشي، يبقى play for. بعد كده بيقول لك be able to يقدر على، اللي هو she is able to drive a car، هي تقدر ان هي ايه تقود السيارة، دي بتساوي can يعني، عشان لو احنا شلنا is able to يبقى she can بس. بعد كده at home في البيت، يبقى بيجي قدامها حرف الجر at، و easy for easy بيجي معاها for، و give money to يعطي الاموال الى الفقراء طبعا. ماشي، بيقول لك توك تو يتحدث الى، يبقى توك بتيجي معاها تو. وعندنا بيك اب يلتقط، دي قديمه جدا وخدناها في سنه خمسه، بيقول لك كوايت شورت فور، الى حد ما قصير
يبقى كلها على بعض كده اسمها كوايت شورت فور، وكوايت يجي بعدها صفة، كوايت يجي بعدها ايه؟ صفة. ماشي، بيقول لك محمد صلاح is quite short for a footballer، الى حد ما قصير ان هو يكون لاعب كوره. بعد كده بلاي يلعب، بيك سكواش تنس فولي بول فيديو جيمز كده، بلاي يلعب. وعندنا انجوي ولايك، انجوي ولايك معناها يستمتع. لما بيجي بعدها فيرب تاني يبقى لازم نحط له اي ان جي، يبقى انجوي is playing، لايك بلينج برضو، يبقى انجوي ولايك بيجي بعدهم الفيرب اي ان جي. وجو ات يسير، بس بيسير بسرعه بقى، بيقول لك ذا نيو كار جوز ات ا جريت سبيد، كانت بتمشي بسرعه كبيره جدا، يبقى جو بيجي معها ات وتبقى معناها بسرعه. طب نيجي نحل على الفوكابرس كده واللانجوج فوناكس، بيقول لك شي از ويرنج ان وات اراوند هير نيك، بتلبسها حوالين رقبتها، هي اللي بتلبسها حوالين رقبتها طبعا، ايه السوك الشراب ولا السكارف الكوفية ولا الدريس الفستان ولا التيشيرت؟ طبعا السكارف. بيقول لك the hair has that grows on man's، الشعر اللي بينمو، grow هنا يعني ينمو، الشعر اللي بينمو، cheeks اللي هو الفك يعني and chin واللي هي الحتة اللي الصغنطوطة اللي تحت دي، ماشي، اللي احنا بنسميها الدقن، is called ايه، اللي بتنمو على الفك والدقن طبعا اسمها beard، لحية. ماشي، بيقول لك the hair growing over the man's mouth، الشعر بقى اللي بيطلع فين بقى المرة دي؟ على الماوس، الفم اللي فوق الفم ده اسمه ايه؟ صح، اسمه موستاش، صح، اللي هو موستاش يعني الشنب. بيقول لك people who enjoy watching their favorite team، الناس الذين يستمتعون بمشاهدة favorite team، الفريق اللي هم بيحبوه، in the stadium، وستاديوم يعني استاد رياضي، اللي هو الاستاد، الناس اللي بتحب تشاهد المباراة في الاستاد، دول اسمهم ايه؟ اسمهم فانس، مشجعين. تمام، بيقول لك my sister likes her hair، اختي بتحب شعرها كذا، to be كذا، it's very light brown color، يعني بني فاتح، brown color، light brown color، بني فاتح. طب والبني الفاتح ده بقى ايه؟ طبعا هيبقى بلوند، اشقر كده، مائل الى الاصفرار. بيقول لك مونا هاز نوت هير، اتس نوت ستريت، هو مش ناعم، يبقى هو شعرها ايه؟ كيرلي، صح، مجعد. محمد صلاح از ان ايجيبشن نوت ستور، قلنا اسمها ايه؟ سبورتس ستور، ولازم يبقى فيها اس، سبورتس ستور يعني نجم رياضي، هي از فيري فيموس، هو مشهور، اسمها سبورتس ستور. هنا بيقول لك وي بلاي نوت باي كيكينج ذا بول، احنا بنشوط الكرة فيها، يبقى احنا بنلعب ايه؟ طبعا فوتبول، وي بلاي فوتبول عشان احنا بنشوط الكرة بيها، لكن هورس رايدنج، ركوب الخيل، باسكت بول بالايد، تنس بالايد برضه. A baby bird is very، البيبي بيرد يعني الابن الطائر الصغير بيكون ايه كذا، it can't fly for many days، ما يقدرش ان هو يطير لايام، يبقى هو كده ايه؟ صح، ويك، ضعيف. شطورين. بيقول لك my grandma، جدتي، sometimes give me presents، بتديني هدايا، عشان هي ايه؟ she is ايه؟ غير ودودة ولا بور فقيرة ولا فريندلي ودودة ولا سترونج قوية؟ طبعا فريندلي عشان هي ودودة. بيقول لك the queen of England is very، الملكة بتاعت انجلترا بتكون ايه؟ she has got many houses، هي عندها منازل كتير قوي، يبقى هي ايه؟ طبعا ريتش، غنية، مش فقيرة ولا اجل سيئة ولا سترونج قوية. بقول لك محمد صلاح is very famous، بيكون مشهور جدا، so he can't have a not life، طبعا busy life، حياة مشغولة، لا normal life، حياة عادية، عشان هو مشهور جدا يبقى هو ما عند he can't have a normal life، ما عندوش حياة ايه؟ عادية. ماشي، هنا بيقول لك my mother can't see well، ماما ما بتشوفش كويس، يبقى she needs to wear ايه؟ لازم تلبس ايه؟ جاكيت ولا فستان ولا بنطلون جينز؟ طبعا ولا جلاسز، نضارة، طبعا جلاسز، نضارة، عشان هي ما بتشوفش. people around the world، الناس حول العالم، have different، لديهم حاجات مختلفة، they don't look like، هم مش بوش بعض each other، يبقى هم لديهم ايه؟ صح، features، ميزات مختلفة، اسمها ميزة. ماشي، مش احلام ولا الكلام ده. ماشي، بيقول لك يا سيدي واتس يور فيفوريت نوت،
قال له ليفربول از ماي فيفورت وان، يبقى واتس يور فيفورت ايه؟ صح، تيم، ما هو فريقك المفضل؟ بيقول لك دعاء دعاء الغباشي كان نوت فيري هاي، يعني ايه هاي؟ لاعلى، يبقى هي هتعمل ايه؟ جامب، هتقفز لاعلى. بيقول لك وات داز يور براذر، وات داز يور براذر نوت لايك، قلنا اسمها ايه؟ لوك لايك، ولازم نحفظها كده، اسمها لوك لايك، اسمها ايه؟ يشبه. بعد قال له هي از جود شورت كيرلي هير، يعني هو قصير، يعني هي از جود شورت كيرلي هير، يعني شعره قصير ومجعد. محمد صلاح از كوايت شورت نوت ا فوتبولر، قلنا شورت شورت ايه؟ هناخد بقى اون ولا فروم ولا فور ولا ان؟ يبقى هنا هنقول ايه؟ صح، فور، اسمها كوايت شورت فور. بيقول لك نادر اولويز توكس نايسلي، قلنا توك بيجي معاها تو، يتحدث الى، يتحدث ايه؟ الى. طب هنا النهارده عندنا ايه الجرامر بتاعنا؟ حاجه جميله قوي وسهله قوي والله. خدنا فيرب تو هاف قبل كده، وقلنا هاف بيتكون من هاف وهاز، وقلنا ان الهاف بتيجي مع الاي والوي واليو والزي، وقلنا ان الهاز بتيجي مع الهي والشي والات او اني سنجلر ناون او اي اسم مفرد. هنا بقى عندنا النهارده لازم هاف وهاز يجوا مع جوت، لازم هاف وهاز يجوا مع ايه؟ مع جوت، ودي حاجه اسمها بريزنت بيرفكت، ودي هتاخدوها قدام ان شاء الله. يبقى لازم هنا عندنا هاف وهاز جوت. طب هنا عندنا، هنا هو جايبين مثال زي هاف جود بلوند هير، هي هو هم عندهم ايه؟ شعر لونه اشقر، تمام. طب ليه هاف؟ عشان زي. طب جود بتيجي معاها لازقه فيها خلاص، ماشي. والاختصار بتاع هاف في اي بعد كده جود، والهاز اس ابوستروفي برضو، ماشي. طب احنا لو احنا حبينا ان احنا ايه ننفي الجمله دي، قال لك يا سيدي عشان ننفي الجمله دي بنقول هاف نوت او هافنت، ماشي. ولازم يبقى فيه جوت، لازم يبقى فيه ايه؟ جوت، لازم تبقى موجودة، ماشي. لو مفيش جوت هتبقى حاجة تانية خالص، اوكي. شي هاز ات هاز نوت جوت، يبقى هاز برضو بنحط لها نوت، هاز بنحط لها ايه؟ نوت. يبقى شي هاز نوت او هازنت جوت ا بيرد، ماشي. يبقى عند النفي بنحط ايه؟ نوت. طب عندنا لو احنا هنبدأ هنعمل سؤال، يبقى لازم نبدأ بهاف او هاز، لازم نبدأ بايه؟ have او has، وبعد كده السبجكت، والناحيه الثانيه سابت جوت، الناحيه الثانيه سابت ايه؟ جوت. وما دام بدانا بهاف وهاز يبقى السؤال ده هل، والاجابه بتاعته يس او نو، يس او ايه او نو، ماشي. هنا بيقول لك هاف هي جوت ا كار، هل هو عنده عربيه؟ قال له يس هي هاز. طب لو لا، نو هي هازنت، ماشي. طب لو هو قال لي هاف زي جوت جلاسز، هو عنده نظاره، هم عندهم نظاره؟ قال له يس زي هاف او نو زي هافنت، ماشي. يبقى ديت ايه؟ لازم هاف وهاز يجي معاهم جوت، هاف وهاز يجي معاهم ايه؟ جوت. طب افرض يا مستر، ركزوا بقى معايا في الحتة دي، مثلا بيقول ايه؟ اي هاف، اي ايه؟ اي هاف جوت ا كار، انا جبت، انا عندي ايه؟ عربية. وجاب لي جملة تانية برضو بيقول لي ايه؟ جملة تانية برضو اي هاف ا كار، برضو انا عندي سيارة، وقال لي هنا انفي، وهندي قال لي هنا ايه؟ انفي. لازم نركز بقى قوي 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 في الجمله دي، ماشي، عشان لما نيجي نحل. هنا بيقول لك اي هاف جوت ا كار، يبقى هنا هاف وهاف وجوت، يبقى هنا لما هاجي انفي هتبقى اي هاف نوت، بعد كده بجيب جوت واكمل الجمله كار. طب هنا في جوت؟ لا يا مستر، مفيش جوت، يبقى هنا هنقول اي هاف فينت برضو؟ لا. امال ده ايه؟ نركز بقى كده هنلاقي ان ده مضارع بسيط عادي، ده مضارع بسيط ايه؟ عادي. يبقى لازم انفي بدونت ودازنت. طب الاي بتاخد ايه؟ بتاخد دونت، يبقى اي دونت هاف، لازم اخد بقى بالي من كده، ماشي. اي دونت هاف ا كار، انا مش عندي ايه؟ عربيه. ليه هنا يا مستر نفينا بدونت؟ عشان ده مضارع بسيط، عشان ده ايه؟ مضارع بسيط. لكن هنا دوت لازم هاف جوت، يبقى لازم ايه؟ ننفي هاف نوت، عشان في جوت، عشان في ايه؟ جوت. ولما هنيجي نعمل سؤال لازم نبدأ بهاف او نبدأ بهاز، وطبعا السبجكت الفاعل على حسب الهاف والهاز، لو هنا هي هتبقى هاز، لو هنا شي هتبقى هاز، لو هنا زي هتبقى هاف. طب الناحية التانية لازم ثابت جوت، لازم لازم، ماشي. لما بقول هاف بقول ايه؟ هاف يو جوت ا كار، يبقى هنا ليه جبت هاف؟ عشان الناحية التانية في جوت، ماشي.
لازم ناخد بالنا ايه من الحاجات دي بقى. اوكي، يبقى ده بريزنت بيرفكت، لكن ده ايه بريزنت ايه سيمبل. طب عندنا ايه تاني؟ عندنا كان، بيقول لك كان معناها ايه؟ طبعا احنا عارفين ان هي معناها يستطيع، ودي بتعبر عن القدره في الايه، وفي القدره في المضارع. لما بيقول لك محمد صلاح كان سكور ميني جولز، يقدر ان هو يسدد العديد من الايه، من الاجوان، يبقى كان بيجي بعدها مصدر الفعل. كان بيجي بعدها ايه؟ مصدر الفعل. ماشي. طب ولما بقى في بتبقى كانت، اي كانت بيك اب ذا بوكس. تمام. طيب هنا عندنا برضو ايه، asking about ability. يبقى السؤال لو هو بكان، هنبدأ كان subject مصدر الفعل برضو. لو هنبدأ بكان، يبقى كان يو كلايم تري، هل تتسلق الشجرة؟ طب هنا كان يبقى الناحية التانية مصدر، yes I can او no I can't. لو هنسأل بالسؤال بعد الاستفهام، what can you do، قديمة جدا يعني، خلاص عارفينها يعني. ماشي. طيب هنا بقى عندنا ايه، نيجي نحل كده عليها. بيقول لك I not got short curly hair. طبعا هنا ما دام في got، هنا ما دام في ايه got، يبقى احنا لازم نختار ايه، نختار ايوه سامع اهو، have و has. طب هنا في الاي بتاخد have ولا has؟ طبعا بتاخد have، يبقى احنا نختار have، يبقى I have. بيقول لك she not got، برضو في got، يبقى احنا لازم have و has. طب الشي بتاخد ايه؟ تاخد has، يبقى has. بيقول لك محمد صلاح نوت سكور، وده مصدر الفعل، يبقى لازم نختار ايه؟ صح، كان، يبقى محمد صلاح كان سكور a lot of goals، يقدر ان هو ايه يسدد العديد من، he is very fast عشان هو سريع. بيقول لك أميرة space got، يبقى عندنا got a car. هنا بقى لازم نفهم المعنى كويس جدا جدا جدا. هنا بيقول لك أميرة نقط جوتا كور، عربية، قلنا أميرة هتاخد هاز، طب ما عندنا هاز انت برضه. نكمل المعنى بقى، بيقول لك شي ووكس تو وورك، هي بتروح الشغل ايه، ماشي، يبقى هي أميرة هاز جوتا كور، عندها عربية؟ لا، يبقى أميرة هازنت جوتا كور، ما عندهاش عربية. ليه؟ عشان شي ووكس تو وورك، هي بتمشي للشغل، يبقى جبناها منفية عشان المعنى ده أولا. ثانيا عندنا جوت لازم هاز، ونفي ليه؟ عشان المعنى. تمام. بيقول لك ماي فازر هاز، يبقى على طول واحنا مغمضين هاف وهاز جوت على طول، سمارت فون، مع تليفون ايه ذكي. بيقول لك نوت زي جوت، ما دام هنا في جوت يبقى لازم هاف وهاز. طب والزي بتاخد ايه يا مصر؟ بتاخد هاف. بيقول لك هاز هي جوت ان امبريلا، هل هو عنده امبريلا؟ قال له نو هي، يبقى هي، يبقى هنعمل الاول بيبقى التاني، والتاني بيبقى الاول، يبقى هي هاز. طب هنا في نو، يبقى هازنت، يبقى بنختار هازنت. بيقول لك وي نوت اني بايكس، خدنا دي قبل كده، اني ديت دايما بتيجي في الجمله المنفيه. اني بتيجي فين؟ في مكانين، في السؤال وفي الجمله المنفيه. هنا هنقول بقى ايه، وي، هنا قلنا اني بتيجي فين؟ في الجمله المنفيه. طب الوي بتاخد ايه؟ بتاخد هاف. طب احنا هنجيبها منفيه، يبقى هافنت جوت. ليه اخترنا هافنت جود؟ اخترنا هاف عشان الوي بتاخد هاف. طب ليه خدنا نافي؟ عشان اني بتاخد نافي. بيقول لك نوت هاز جود ان يو لابتوب، ايه اللي بتيجي مع الهاز؟ طبعا الشي، مفيش غيرها. ماشي. وهنا بيقول لك نوت رحمه اند يو جود ذا سيم فوزر، هنا عندنا جود وهنا عندنا رحمه، وانت كده بقينا ايه؟ بقينا جمع. طب والجمع بياخد ايه؟ بياخد هاف. طب ليه ما خدناش دو داز؟ عشان هنا لازم يبقى مصدر الفعل. طب ليه ما خدناش هاز؟ ممكن واحدة تاخد هاز كده عشان رحمة. لا 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 لا، تاخد بالك بقى، جمع رحمة اند ايه يو، بقينا جمع. بقول لك هاز شي جود جلاسز، يس شي، مادام يس يبقى يس شي هاز، مش هازنت. بقول لك هاف سميرز داد، ابو سميرة جود ابيرد، يبقى هاز عشان ابوها هي. ماشي. وهنا بيقول لك she have got curly hair، هي she بتاخد have؟ لا، بتاخد has، يبقى has. بيقول لك we has got، الوي بتاخد has؟ لا، بتاخد have. لازم بقى ايه ناخد بالنا من الحاجات البسيطة دي. بيقول لك we can't give money to help poor people، احنا ما ينفعش ان احنا ندي نساعد الناس ايه الفقراء. ينفع؟ لا، كان ان شاء الله كان. بيقول لك my sister hasn't get، لا hasn't got، حفظناها بقى خلاص. بيقول لك they has got pencils، يبقى they has، لا they have.
هي لايفز ان انجلاند، هو بيعيش في انجلترا، هي كانت سبيك انجلش، يبقى مش هيعرف يتكلم انجليزي لو بيعيش في انجلترا. لا طبعا هيعرف، يبقى كان. ماشي، طب نحل الجنرال اكسرسايز اللي عليه. هنا بيقول لك كومبليت ذا فولوينج دايلوج كريم وياسر. كريم بيقول لياسر واتس يور فيفورت سبورتس ستار، مين اللعيب اللي انت بتحبه قوي يعني؟ فياسر قال له محمد صلاح. هي بلايز نوت ايجيبت، يبقى هي بلايز فور، عشان احنا قلنا بلاي بيجي معاه فور. بعد كده نوت سبورت داز محمد صلاح بلاي، يبقى ايه؟ وات سبورت محمد، ويتش سبورت داز محمد صلاح بلاي، ويتش سبورت، هاو داز هي بلاي بيبل. ماشي، يبقى وات سبورت او ويتش سبورت، اي الرياضيات. ماشي، او وات سبورت او ما هي الرياضة. ماشي، which sport or what or what sport. بعد كده بيقول لك not how does he help people. بعد كده قال له what sport does محمد صلاح بلاي، يبقى محمد صلاح طبعا هتبقى محمد صلاح بلاي يز فوتبول، طبعا بيلعب ايه؟ فوتبول. بعد كده how does he help people، ازاي هو بيساعد الناس. He gave the money، احنا حفظناه بقى، He gave the money، بيدي الفلوس للناس وبيبني المستشفيات وكده يعني في مصر. Does he not a normal life، يبقى does he have، عنده حياة عادية؟ لا. ليه؟ Because he is famous and has a lot of fans، عشان هو عنده مشجعين كتير. ماشي، بيقول لك camels are very strong، الجمل ده قوي جدا، يبقى they can't، ما يقدروش يشيلوا 200 كيلو، لا they can. محمد صلاح is a great footballer، لاعب رياضة كرة قدم. بيقول لك he can run very fast، هو يقدر يستطيع ان هو يجري بسرعة. and not lots of goals، يبقى score، يسجل العديد من الاجوان، صح ولا ايه؟ بيقول لك most young people، الناس الصغنطتين، wanted to have، لازم يكون عندهم كذا، it's fashion، عشان هي ايه؟ fashion، fashion يعني موضة، fashion يعني ايه؟ موضة. يبقى ايه الموضة؟ البيرد، اللحية. بيقول لك اي نوت جوت، يبقى جوت جلاسز، نضارة، لكن ماي سيستر هاز جوت جلاسز، لكن اختي معاها ايه؟ نضارة. هنا عندنا بط معناها لكن، لو بعدها مثبت يبقى اللي قبلها منفي، طب لو اللي قبلها مثبت يبقى اللي بعدها منفي، خلاص يبقى عندنا مثبت منفي، طب لو هنا منفي يبقى هنا مثبت، طب لو هنا مثبت يبقى هنا منفي. هنا بيقول لك اي نوت جوت جلاسز، ولازم المعنى يتوافق، يبقى اي هافنت جوت، عشان هافنت الاي بتاخد هاف، وهنا في جوت يبقى نوت، اي هافنت جوت جلاسز، انا مش ما بلبسش نظاره، لكن اختي بتبقى عندها نظاره. This man's photo، الصوره اللي الصوره ديت رساله الراجل ده، is all, in all the papers، في كل الصحف وفي جر الجرايد، يبقى الراجل ده ايه؟ يبقى famous، he is famous. بقول لك has سلمى got a pen، هل سلمى معاها بن؟ no she، ها ما دام السؤال بهاز يبقى الإجابة بهاز، طب وهنا في نفي يبقى hasn't. بقول لك how not is منى، فقال لك she is 160 سنتيمترز، يبقى ايه؟ tall، how tall، عشان ده الطول بيبقى واقف. طب بقول لك France Germany and Italy are countries in، فرنسا والمانيا وايطاليا دول دول ايه؟ اوروبيه، يوروب. بيقول لك نوت از ذا اوبوزيت اوف فاست، عكس سريع ايه؟ بطيء، يبقى سلو، صح. بيقول لك هي از ايبل تو، وقلنا تو يجي بعدها ايه؟ مصدر الفعل، يبقى ران. بيقول لك دو يو بلاي ذا درامز، قال له يس اي كان، يبقى السؤال كان بايه؟ بكان، ما دام الاجابه بكان يبقى السؤال كان بكان. رودينا عند محمد هاز جوت، رودينا ومحمد كده بقوا جمع، يبقى هاف مش هاز، هاف شي، شي بتاخد هاف، لا يا مستر بتاخد هاز. تمام، وكده يكون انتهى ايه ليسون 1 و 2 في يونت 3، وانتظرونا ان شاء الله في بقية اليونت ان شاء الله. لو في اي سؤال يا ريت تكتبوه لنا في التعليق، وما تنسوش تدعمونا يعني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.